إقليم الحسيمة يشهد إطلاق مشروعين مهيكلين في مجال تدبير النفايات الصلبة، وذلك ضمن برنامج التنمية المجالية الحسيمة منارة المتوسط، ما من شأنه أن يساهم بشكل فعال في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث بهذا الإقليم الذي يزخر بمؤهلات طبيعية خلابة. وبالمناسبة أبرز المدير الجهوي للبيئة الحسين خيدور أن تنفيذ مشاريع الشق البيئي من برنامج الحسيمة منارة المتوسط تسير وفق المنح المسطر لها، موضحا أن تدخل كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة يرتكز على 3 محاور أساسية. هذا المشروع كيدخل في إطار الاتفاقية لتأهيل اللي كتعرفها مدينة الحسيمة في إطار برنامج منارة المتوسط. هذا المساهمة ديال كتابة الدولة في التنمية المستدامة كتجلى في 3 محاور. أولا هو تأهيل المطرح العمومي لمدينة الحسيمة الذي يوجد بجماعة أجدير، وكذلك تأهيل المطرح العمومي في ترقيست للإغلاق التام، وكذلك محاربة جميع النقاط السوداء اللي كاينة على صعيد الإقليم. هذا وقد تم الانتهاء من الدراسات التقنية والشروع في المساطر الإدارية لتنفيذ هذا المشروع الذي سيمكن بعد افتتاحه من القضاء على المكبات العشوائية غير المراقبة بكل من مدينة الحسيمة وإمزور وابن بعياش وأيت يوسف وعلي وأجدير وأيت قمرة وإزمور والنجور.